طيب في بقى اللاعب منتخب الكونغو اللي هو ممتلئ قليلا جوتييه ايه موفومبي ده الناس ده مكسر الدنيا. هو دلوقتي حضرتك هو اللاعب الاشهر في كاس العالم، السوشيال ميديا هو لاعب دايره، وطبعا منتخب الكونغو هو منتخب الى حد ما عندوش الامكانيات الكبيره الجسمانيه، ولكن طبعا وجود لاعب ضخم كده على الدايره او بصفه عامه في الرياضه ما كانش المفروض، ولكن كل مدرب على حسب هو شاف اللاعب ده هو الاضخم، ولاعب الدايره كان زمان لازم يبقى قصير ومدملك، بس طبعا كره اليد العالميه دلوقتي بس لازم يبقى طويل يعني. ده 110 كيلو يا كابتن جوهر، ومع ذلك ضرباته كلها 100% يعني اربع هجمات باربع تجوان. ما هو ده ميزه طبعا الوزن، بس يعني هو مش 110، ولو اختلفنا ممكن نوزن بره بالمناسبه يعني. لا بس ما شاء الله يعني برضو مش يعني ما تتخيلش ان حد بيلعب كوره اي نوع من انواع الرياضه بالحجم ده يعني، بس ومع ذلك في لعيبه كتير بنقابلها بالشكل ده طبعا، بس في اوروبا الكلام ده مش موجود يعني، في اوروبا طبعا يعني احقاقا للحق الكلام ده مش موجود، انما في افريقيا شويه الموارد البشريه قليله، فما بيصدق المدرب يلاقي لاعب بالشكل ده ومهاري فبيضطر يستعين بيه.